للأسف الشديد الموهبة لامين يامال قرر يمثل أسبانيا. ليه؟ السبب الأول والأخير الضغوطات والإغراءات القوية من الاتحاد الأسباني لكرة القدم. صدمة قوية جدا لفوز لقجع والوليد الرجراجي وللمغاربة بشكل عام. مش قادر أقول إلا إن المغرب خسرت ميسي أوروبا القادم. وصل لك الفيديو يا راجل؟ ما تبقاش بخيل بقى، ما تبقاش بخيل، ده اللايك ببلاش والاشتراك ببلاش. طب والله العظيم لا انت عامل لايك واشتراك، انت حلفت خلاص. اولا صحيفة سبورتس الاسبانية اكدت ان لامين يامال خلاص قرر يمثل اسبانيا، وانا من وجهة نظري القرار ده لتلات حاجات. اولا الضغوطات اللي اتمارست عليه والاغراءات الكبيرة اللي اتمارست عليه من الاتحاد الاسباني لكرة القدم. تاني امر خلى لامين يامال يختار اسبانيا عن المغرب هو انه اعتاد على الاجواء في اسبانيا، و يعني خلاص لاعيبه برشلونه في منهم كتير بيلعبوا في المنتخب الاسباني، وبالتالي هو اخد على اللعيبه دي وعايش في اسبانيا طبعا منذ الصغر. السبب الثالث وبرضه مهم جدا هو ان لامين يامال لو كان مثل المغرب كان هيغيب لعدد كبير جدا من ماتشات برشلونه لو اما يكون مع المغرب في كاس الامم الافريقيه القادمه بكوت ديفوار. وطبعا لامين يامال خد ثقه من تشافي، خد ثقه من جماهير برشلونه، فبالتالي مش عاوز يغيب عن الفريق للعدد المباريات اللي هيغيبه لو كان مثل المغرب وراح معاها كان كوت ديفوار. في نهايه الامر المنتخب المغربي ما بيقفش على حد، وان شاء الله المغرب تقدم بطولة عظيمة في الكيان.